إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسستينا التي لا محالة ستؤسس لعمل مشترك يضبط آليات وأساليب العمل والتنسيق فيما بيننا لإرساء سبل التعاون والشراكة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته من جهة، وترقية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من جهة ثانية. كما تعلمون أن المادة 205 من الدستور وأن القانون 2208 المحدد لتنظيم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحيتها قد خص جوانب عدة لضرورة إشراك المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما من خلال العديد من المعايير المتمثلة أساساً في ترقية دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، سواء على مستوى القطاع العام وكذلك على مستوى القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص. وتجدر الإشارة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قد خص جانباً للمجتمع المدني بالغاية رقم 2 تحت عنوان تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، مما سيترتب عنها اتخاذ تدابير عملية تؤسس لوضع أطر من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء لمختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين. وفي هذا الصدد بادرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إلى اعتماد أسلوب تشاركي تم التخطيط له من أجل التأسيس للشبكة الجزائرية للشفافية المسماة نراكم، بهدف خلق تحالف يضم فعاليات المجتمع المدني بمختلف أطيافه منها الجمعيات الوطنية والمحلية والباحثين الجامعيين ومهني الصحافة والإعلام، تعمل على التنفيذ ومتابعة التنفيذ للغاية الثانية من هذه الاستراتيجية من خلال التحسيس والتكوين ورفع القدرات وكذلك تبادل المعلومات والخبرات في المسائل ذات الصلة والتبليغ عن الفساد. إن العمل سوياً في ظل بنود هذه المذكرة سيكون له الآثار الإيجابية على أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع وتمتين أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية من أجل تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية.